البروجكت مانجمنت بزنس دوكيومنتس. البزنس دوكيومنتس هيتكلم هنا على مجموعة من الدوكيومنتس المختصة بالبزنس. العناصر دي بتبقى بتربط بشكل اكبر البروجكت مانجمنت بالبزنس، لان زي ما قلنا البروجكت مانجمنت مش موجود بمعزل لوحده بعيد عن البزنس، لا هو يعتبر جزء من الموضوع، فبالتالي لازم ان انا باستمرار اكون بربط او باصل موضوع البروجكت مانجمنت بالبزنس عشان ما يبقاش البروجكت مانجمنت ماشي في سكة بعيدة عن الاهداف بتاعة المؤسسة. بدأ في البداية هنا يتكلم عن البيزنس دوكيمنتس وجاب في الجدول الأولاني اتنين من البيزنس دوكيمنتس المهمين. الأولانية هي البيزنس كيس والتانية البينيفيتس مانجمنت بلان. بدأ يحطهم في الجدول بس هو هيتكلم عنهم بالتفصيل بعد شوية. فقال ان البيزنس كيس دي حاجة زي الفيزابيليتي ستادي، الهدف منها ان تقول هل فعلا البروجكت اللي انا بعمله ده مجدي ولا مش مجدي، هل فعلا امشي فيه ولا البروجكت او الانفستمنت ده كله مش مجدي بالنسبة لي. الحاجة التانية اللي هي المانجمنت بلان الخاصة بالبنفيتس المنافع زي ما هنعرف بعد شوية، الخاصة بالبروجكت ده ازاي ان انا هدير المنافع ديت. واتكلم تحت الجدول في موضوع responsibility. في عندنا الاسبونسر. الاسبونسر هو الممول بتاع المشروع، الممول يعني اللي هيدفع فلوس المشروع، ممكن يكون هو نفسه المالك وممكن يكون شخص غير المالك. لو بنتكلم مثلا على بنك بيمول يبقى البنك غير المالك بتاع المشروع، البنك داخل بس ان هو يمول عشان يكسب. او ممكن بنتكلم على وزارات، ممكن تكون وزارة المالية مش هي صاحبة المشروع لكن هي اللي بتمول المشروع لوزارة تانية، وبالتالي الاسبونسر بيختلف وممكن ان هو يكون هو نفسه المالك على حسب الكيس. طبعا نقدر نقول ان هي ايه بتختلف على حسب الكيس نفسها. فبالتالي هنا عايز يقول بقى البيزنس دوكيمنتس دي بتاعت مين، فجاء يقول ان هي المسؤولية بتاعتها تقع على الاسبونسر، لان البروجكت مانجر ممكن يكون لسه ما تعينش وقت ما البيزنس دوكيمنتس دي اتعملت لان هي خاصه بالبيزنس اكتر، وبالتالي البروجكت مانجر هو ماشي او ممكن ان هو يطلع عليها او ممكن ان هو يدي ريكومنديشن ليها لو كانت لسه ما اتعملتش او لو اتعملت وشايف ان ممكن يصلح حاجه فيها، لكن المسؤوليه الرئيسيه مش على البروجكت مانجر لان هي متعلقه بالبيزنس. المسؤوليه الاساسيه على السبونسر لان السبونسر ده هو اللي هيمول، هو اللي هيدفع الفلوس، فعايز يعرف انا بدفع في حاجه مجديه فعلا ولا لا، وروني كده اللي انتوا عايزين تعملوه، المشروع اللي انتوا عايزين تعملوه ده هل مجدي ولا مش مجدي، اعملوا لي بيزنس كيس اشوفها كده، لا مش مجدي خلاص انا مش هدفع فيه الفلوس ديت. فبالتالي مسؤوليه ان هو يتحقق ان فعلا المشروع ده مجدي ويبقى مقتنع بالبيزنس كيس دي مسؤوليه الاسبونسر محدش غيره، احنا مش هنجبرك ان انت تدفع الفلوس، انت بنفسك اقرا البيزنس كيس دي وشوف هل فعلا مجديه ولا لا. فعشان كده هنا قال الاسبونسر اكاونتبل عن الديفلوبمنت التطوير بتاع البيزنس كيس دوكيمنت، اما البروجكت مانجر ممكن ان هو يعمل ريكومنديشن بروفايدنج ريكومنديشن عشان يكيب البيزنس كيس وكل الدوكيمنتس الثانيه البروجكت مانجمنت بلان الشارتر البينيفيتس مانجمنت بلان يخليهم كلهم في حاله الاينمنت او محاذاه مع الاستراتيجي، لان هو في النهايه هينفذ المشروع فعايز فعلا انه يتاكد ان كل شيء aligned مع الاوبجكتيفز. بس المسؤوليه زي ما قلنا في البيزنس كيس مش هتكون عليه لكن هو ممكن يدي ريكومنديشن. بقيه الايتم زي الشارتر او البنفيتس مانجمنت بلان هيجوا هيتكلم عنهم. وبدا بعد كده يتكلم في ان بعض الاورجنايزيشنز بيكون الليفل بتاع البيزنس بنفيتس او البيزنس كيس والبنفيتس مانجمنت بلان ممكن يكونوا في ليفل مختلف شويه اللي هو البروجرام مانجمنت، وبالتالي ممكن البروجكت مانجر ما يكونش له علاقه بشكل كبير قوي، يعني هو بيحاول ان هو يدي معظم الكيسز اللي ممكن تكون موجوده. ممكن يكون البروجكت مانجمنت او البروجكت مانجر مدير المشروع يكون له علاقه فعلا بالبيزنس دوكيمنتس دي، وممكن لا يكون في ليفل اعلى فما يتعرضش ليهم بشكل كبير. فهو هنا بيقول ان هي ممكن البيزنس كيس والبنفيتس مانجمنت بلان مينتيند ات ذا بروجرام ليفل. وبدا يدي زي فيجر كده بحيث ان هو يحاول يحط الدوكيمنتس دي بتوقيتاتها مع اللايف سايكل الخاصه بالمشروع. حط لايف سايكل تقليديه كده بيقول البري بروجكت ورك، الورك اللي انا هعمله قبل بدايه المشروع، والستارتنج ذا بروجكت،
وorganizing and preparing the project، وبعد كده ما بعديه اللي هي تأدية الأعمال وإنهاء البروجكت. فقال إن في ثلاثة items موجودين عندي قبل المشروع pre-project work، وقال منهم needs assessment إن أنا بقيم الاحتياج نفسه، إن أنا حاسس إن في احتياج معين عشان كده هعمل المشروع. بس قبل ما هعمل المشروع هشوف الاحتياج ده أنا عايز أعمل له project معين، طب هل مجدي البروجكت ده ولا لا من خلال البيزنس كيس، وبالتوازي معها benefits management plan عشان أتأكد إن في منافع معينة هتتحقق، وأقول إزاي إن أنا هدير المنافع دي بدءا من تخطيطها لrealization ليها. وبعديهم البروجكت شارتر في بداية المشروع اللي هو ميثاق المشروع، هنتعرف عليه بعد كده بالتفصيل. والبروجكت مانجمنت بلان خطة إدارة المشروع تيجي في فترة البريبيرينج. بدأ يتكلم في البداية عن البروجكت بيزنس كيس، قال التعريف بتاعها documented economic feasibility study، حاجة زي الفيزابيليتي ستادي أو دراسة الجدوى. دراسة الجدوى معناها إن أنا عايز أعرف الانفستمنت ده أو الأوبورتيونيتي اللي أنا رايح لها دي أو معالجة البروبلم اللي عندي ده، هل الحل اللي أنا بعمله ده مجدي؟ البروجكت ده مجدي ولا غير مجدي؟ هعمل الكلام ده إزاي؟ من خلال الناس بقى بتوع الانفستمنت. هيبدأ ان هو على سبيل المثال يجي يعمل feasibility study، يقول انا عندي السنة اللي هي زيرو اللي هي بداية المشروع، في بداية المشروع انا هصرف كام؟ طيب بعد شوية هيبدأ يبقى في income، السنة الاولى الانكم كام وفي operation مثلا او في cost هيتصرف قد ايه، والسنة التالتة والرابعة وهكذا، ويبدأ ان هو يشوف في كل سنة مثلا النت كام، ويبدأ انه يجمع جمع جبري او يجمع من خلال time value of money اللي هو ياخد في اعتباره مثلا ان قيمة الفلوس بتتغير سنة بسنة. المهم ان هو يحاول انه يجمع النيجاتيف مع البوزيتيف عشان يشوف هل بعد 5 سنين فعلا حققنا بقى ارباح على الاستثمار ده ولا الاستثمار ده ما كانش مجدي مثلا. فيبدأ ان هو يشوف سواء كان استثمار بروفيتابل او حاجة نون بروفيت، هيقدر برضو ان هو يعمل لها كوانتيفيكيشن، ان هو يقدر يحولها لقيمة عددية بحيث ان هو يقدر يقيمها. فده الهدف من البيزنس كيس ان هي economic feasibility study، بتشيك على ال validity of the benefit of a selected component، هل في فعلا benefits متحققة منه، هل في منافع ولا ما فيش. lacking sufficient ال component ده lacking sufficient definition، ال definition بتاعه مش مكتمل. ليه؟ لان انا لسه في فترة قبل بداية المشروع، انا مش عارف تفاصيل المشروع هتبقى عاملة ازاي. انا ممكن اكون عايز اعمل فندق مثلا او عايز اعمل مستشفى 300 سرير، بس التفاصيل بقى بالظبط مش قادر اعرفها لسه، فعشان كده ال sufficient definition مش موجود. used as a basis البيزنس كيس دي بستخدمها كمعيار للauthorization of further project management activities، في ان انا ادي اعتماد لاي activities بعد كده، لان هي بناء عليها بتقول المشروع valid او ناجح في كيس معينة، اللي هي الكيس مثلا ان انت بعد 4 سنين هتكون خلصت البروجكت وبيجيب عائد معين. طب البروجكت ده اتأخر، لا ممكن كده ما يجيبش العائد اللي درسناه في الفيزابيليتي ستادي اللي درسناه في البيزنس كيس. بعد 6 سنين اتأخرت المشروع 2 سنين، لا كده العائد اللي كنا حاسبينه ده ممكن ما يجيش اساسا، يبقى انت كده ضيعت المشروع. فبالتالي انا محتاج ان انا ارجع للبيزنس كيس دي وابقى عارف التفاصيل بتاعتها، لان هي هتأثر على حالة المشروع بعد كده. فبدأ ان هو يتكلم على البيزنس كيس وقال ان هي ممكن انها بتستخدم في فترة الانيشيشن، في فترة تفعيل المشروع او قبل الانيشيشن، عشان اخد قرار جو او نو جو ديسيشن، يعني ايه؟ ان انا امشي فعلا في المشروع ولا ما امشيش قبل الانيشيشن كمان، يعني قبل المشروع ما يحصل له انيشيشن، عشان اقول هل البروجكت ده اوكي ولا نوت اوكي. ممكن ان انا شايف بروجكت جميل او شكله حلو والموضوع جميل ان انا ابقى عامل فندق مثلا والفندق ده في مكان متميز، بس في نفس الوقت الفيزابيليتي ستادي بتقول مش هيجيب العائد المرجو منه، مش هيجيب استثمار كويس، لكن في ممكن مثلا بديل ممكن هو ده اللي يجيب العائد المنتظر مثلا او العائد المرجو، ممكن نسميه روي او ريتيرن اون انفستمنت، العائد على الاستثمار. فبالتالي ساعتها ممكن ان انا بناء عليها اخد قرار جو او نو جو. قبليها بيبقى في حاجه اسمها needs assessment، زي ما شفناها في الشارت اللي كان موجود كان في قبليها needs assessment، عشان اقدر اعمل business case انا بقيم بقول انا عندي بقى option دلوقتي للاستثمار معين
والاوبشن ده هعمله بالطريقه الفلانيه، ولما هعمله هيجيب عائد او مش هيجيب عائد. طب قبل كل ده انت بتعمله ليه؟ عشان في opportunity، يبقى في نيد، يبقى في احتياج معين، ان انا عايز انمي ارباح الشركه، يبقى محتاج مثلا ان انا انمي. طب هعمل ايه؟ هدور على استثمارات ان انا اعملها، هو ده النيد. طب لو بتكلم على القطاع النون بروفيتبل مثلا زي وزاره او هيئه حكوميه، عندها نيد معين ان هي عايزه تقلل مثلا نسبه الاصابه بالامراض، او عايزه تهيئ للمواطنين مثلا في مكان معين الخدمات الحكوميه تبقى موجوده، فبالتالي في احتياج، في نيد معين. طب النيد ده هبدا ان انا اقيمه ببزنس كيس. قلت لا، البزنس كيس بتقول ان بلاش نعمل المشروع ده، البنفيت قصاد الكوست مش مجديه. ليه مش مجديه؟ مش انا هخدم المواطنين، لا، اصل في جنبهم قريه ثانيه قريبة جدا يقدروا يروحوا يعملوا فيها الخدمات دي، يبقى الكوست اللي انا هصرفه مش قصاد، مش نفس قيمة الفاليو او العائد اللي جاي لي، فما فيش داعي ان انا اعمل الكلام ده. فبالتالي ضروري ان انا اعمل assessment للنيدز دي. جاء في الصفحة الثانية وبدأ يتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن البيزنس كيس، وقال ان هي ممكن تتضمن اربع حاجات. اول حاجة البيزنس نيدز، شرح بقى تفصيلي كده لموضوع الاحتياجات، واناليسيز للسيتويشن، السيتويشن اللي هو الموقف الحالي يعني، وبعد كده ريكومنديشن ان انا اعمل توصيه، وفي النهايه اعمل ايفالويشن تقييم للموقف بحيث ان انا ادي قرار جو او نو جو. البيزنس نيدز بدا يتكلم على مجموعه من العناصر، ايه اللي بيدفع للنيد ده؟ ايه البرومبتنج ذا نيد؟ الاحتياج ده ايه الدافع وراءه؟ والسيتويشنال ستيتمنت، ستيتمنت يعني بيان، يبين بس الموقف كده، هو الموضوع كان عباره عن ايه؟ بروبلم ولا اوبورتيونيتي؟ لو انا بتكلم مثلا في شركه وبتعمل استثمارات ممكن هو يبقى اوبورتيونيتي، لو بتكلم في هيئه حكوميه وعندها بروبلم معين ان هي خدمات المواطنين مثلا، فبالتالي دي بروبلم معينه عايزه تحلها. ممكن يكون ولا ده ولا ده، ممكن يكون مثلا شركه عندها مثلا نقول واحد من الفانكشنال ديبارتمنتس، الاقسام الوظيفيه اللي فيها، زي القسم بتاع الهيومن ريسورس. قسم الهيومن ريسورس مثلا بيخدم الموظفين بتوع الشركه، وبيجي الموظفين بتوع الشركه بيقولوا احنا عندنا طلبات، وبيبعتوها مثلا بالايميل، وبتاخد فتره مثلا على ما الناس تشوفها، والراجل الموظف اللي في الشركه ما بيبقاش قادر يميز هو الايميل بتاعي يعني حصل فيه ايه، الطلب بتاعي او الريكوست. فقالوا طب خلاص احنا عندنا كده بروبلم ان احنا مش قادرين يعني نعرف الطلبات او الريكوست بتاعت الموظفين فيها ايه. طيب عشان نحل النيد ده او عشان نشوف الكلام ده، ممكن نعمل اوتوميشن، ممكن ان احنا نعمل سيستم الكتروني بحيث ان هو يبقى فيه نظام تيكتس مثلا للهيومن ريسورس، الموظف يفتح التيكت ويبعتها ويقدر انه يتابع وصلت لفين ومتأخرة ولا لا والكلام ده كله. طيب عشان يعمل الحل ده يبقى هو كده درس الاحتياج، شاف ان كان في احتياج، الموظفين عندهم معاناة شوية في موضوع الريكوستس بتاعتهم. فهنا بيقول وانت بتوصف بقى البيزنس نيدز قول لي كمان السيتويشنال ستيتمنت، الموقف كده اكتبه لي بالتفصيل، لان انا هعمل بروجكت، هدفع فلوس في مشروع، فمحتاج ان انا اعرف ديتيلز قوي، سواء كان بزنس بروبلم او اوبورتيونيتي انكلودينج ذا فاليو تو بي ديليفرد، ايه الفاليو العائده علينا عشان اقدر اقيمها بعد كده بقى. والستيك هولدرز افكتد، مين هم المتاثرين؟ في المثال بتاعنا بتاع الاوتوميشن للهيومن ريسورس مثلا، اللي متاثرين الموظفين، عندهم معاناه، مش قادرين ان هم يعرفوا الطلبات بتاعتهم بتخلص ولا ما بتخلصش. واديني برضو ايدنتيفيكيشن للسكوب، السكوب يعني النطاق، يعني ايه النطاق؟ يعني التفصيل، اديني ديتيلز، فصل لي الموضوع، وضح لي، اكتب لي ايه هو الموضوع. نيجي للنقطة الثانية، analysis of the situation، عايز ان انا احلل بقى الموقف، انا جمعت النيدز خلاص، عايز ان انا اعمل تحليل بقى للكلام ده، فهشوف الـ organizational strategies والـ goals والـ objectives عشان اكون محاذي ليها، عشان ما اكونش بغرد خارج السرب، او ان انا اكون بعمل حاجة غير محاذية للاستراتيجي، لان في النهاية الاستراتيجي هي اللي بتحكم المؤسسة، وزي ما قلنا عايزين نكون aligned ليها. وابدا اشوف الكوزز بتاعت البروبلم دي، ايه اسباب المشكله، سواء لو كنت بتكلم على مشكله او لو بتكلم على اوبورتيونيتي، بحيث ان انا احللها، اعرف يمكن اوصل لحلول معينه نتيجه التحليل ده.
الجاب اناليسيز معناه ان انا اقارن ما بين الوضع الحالي اللي هي الاكزيستنج كابابيلتيز او ممكن بيتسمى از از، ان انا بقارن ما بين الوضع الحالي والكابابيلتيز نيدد او الفيوتشر مثلا سيتويشن مثلا او الوضع المستقبلي عشان اعمل جاب اناليسيز. جاب اناليسيز يعني تحليل الفجوه. انا بتكلم مثلا على موضوع الاتش ار اوتوميشن او الاوتوميشن للسيستم بتاع الهيومن ريسورس. طيب الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي ان هو سيمي مانوال، الناس بتبعت من خلال الايميل وبتبدا الكلام يتعمل له فايلنج مثلا بشكل مانوال او سيمي مانوال على اكسل شيتس مثلا او على اي برنامج تاني، بس الناس ما بتبقاش عارفه التفاصيل ايه. طيب والوضع المستقبلي؟ لا، الوضع المستقبلي هيبقى فيه اوتوميشن سيستم وهتبقى الناس بتدخل من خلال ويب بيست بروجرام، بيفتحوا البروجرام ده على البراوزر بتاعهم وبيقدروا ان هم يعملوا تيكت جديده ويبداوا يتابعوا التيكت بتاعتهم خلصت ولا لسه وفيها ايه ويقفلوها او يعلقوا عليها، يعني بيبقى فيه تفاصيل كتير. طيب اقارن ما بين الوضعين واشوف يعني مدى الاستفاده بقى اللي انا استفدتها من الجاب اناليسيس ده، هل فعلا الموظفين استفادوا فايده عاليه بحيث ان هي يعني تبقى مجديه ان انا اعمل المشروع ده ولا لا. فبعمل جاب اناليسيس بحيث ان انا اقارن ما بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي. الريسكس، المخاطر، لو في مخاطر معينه من ان انا اروح للحل ده. السكسس فاكتور، اقيم ازاي معايير النجاح بتاعتي، وهيتكلم بعد كده عن الموضوع بالتفصيل شويه. الديسيشن كرايتيريا، وعطى امثله للكرايتيرياز مثلا ان هي ريكوايرد او ديزايرد او اوبشنال. خلينا برضو في نفس المثال بتاع الهيومن ريسورس الاوتوميشن سيستم، لو انا قلت مثلا في مجموعه من الفانكشنز مثلا ان هي ريكوايرد ان الفانكشن دي تبقى موجوده، زي ايه مثلا؟ ان الموظف يقدر يعرف التيكت بتاعته اتردت عليها ولا لا، يقدر يعرف بقالها ايام قد ايه، يقدر يكون عنده حاجه اسمها اسكليشن بروسيجر يعني اجراء للتصعيد، يعني ايه؟ بعد 7 ايام الموظف ما خدش اجراء اقدر ان انا مثلا اعمل تصعيد زياده، اعمل اسكليشن ان انا ارفعها لمديره، فيبقى في اسكليشن بروسيجر. كل الحاجات دي ممكن نقول ان هي ريكوايرد مهمه. طب ديزايرد ممكن الراجل ده لوجن مثلا على البرنامج اللي عنده زي يوزر نيم وباسورد على الابلكيشن ده وبيدخل يتابع التيكت بتاعته. طيب ما بلاش يدخل يتابع التيكت، يا ريت لما التيكت تتحل يجي له ايميل كمان، يعني يعرف من خلال النوتيفيكيشن ده، بدل ان هو كل شويه يدخل على الويب سايت ويشوف التيكت خلصت ولا لا، يجي له كمان نوتيفيكيشن بالايميل بحيث ان هو يعرف. طب دي ديزايرد يعني كويسه نطمح فيها ان هي تبقى موجوده يعني، بس مش حاجه اللي هي الزاميه مش ريكوايرد. اوبشنال حاجه اختياريه يعني عملتوها ماشي، ما عملتوهاش خلاص ما فيش مشكله. زي ايه؟ بلاش بس ايميل، لا كمان اس ام اس، يعني والراجل يختار هو عايز اس ام اس ولا عايز ايميل، يبقى كمان في تفاصيل. يعني لو عملت لنا الفانكشن دي تبقى كويسه، الموظف هيبقى مرتاح وهيبقى فرحان ان يعني اوبشن جميل جدا ان هو يختار عايز النوتيفيكيشن باي ايميل ولا النوتيفيكيشن باي اس ام اس، فدي اوبشنال يعني اختياري. فدي ايه؟ ممكن تبقى معايير من ضمن المعايير. وبدا يتكلم بعد كده على موضوع الاوبشنز، ان انا خلاص عملت تحليل فعايز برضو ان انا اطلع اوبشنز، ايه هي الالترناتيفز او الاختيارات اللي عندي اللي انا ممكن ان انا اروح فيها بناء على التحليل دوت. فقال الاوبشنز تو بي كونسيدرد عشان ان انا اعمل ادرس للبروبلم او الاوبورتيونيتي سواء كانت اوبشن او كانت بروبلم. وديسكرايبد از سيناريوز، وعطى امثله لموضوع السيناريو مثلا ان سيناريو ممكن ان انا ما اعملش حاجه خالص، لا خلي النظام اللي هو السيمي مانوال ده مفيد، الاوتوميشن سيستم ده مش هيبقى بالنسبه لنا يعني مجدي قوي باعتبار انه هيتصرف عليه كتير والعائد المرجو منه مشاكل او يعني الشكاوى اللي بتيجي من الموظفين مش عاليه قوي يعني، وهم شايفين ان خلاص السيستم ده كافي، فبالتالي الحل بتاعنا او الاوبشن الاولاني دو ناثينج. الحل الثاني do the minimum work. طبعا برضو بالنسبة لdo nothing هو قال ان هي ممكن تتسمى بكلمة business as usual، ان انا اخلي كل حاجة زي ما هي. الحل الثاني do the minimum work possible عشان نعمل توفير برضو ما يبقاش السيستم ده متكلف بشكل كبير، فاحنا هنعمل بس ايه الحاجة المينيمم. والاختيار الثالث او السيناريو الثالث الاوبشن 3 يعني do more than minimum، هنعمل اكتر من المينيمم لان احنا عايزين يبقى عندنا تميز في البرامج بتاعتنا ويبقى عندنا خدمه للموظف بشكل عالي جدا بحيث ان ما يبقاش فيه تيرن اوفر او ما يبقاش فيه ان الموظفين بيهربوا من الشركه او بيسيبوا الشركه وبيروحوا اماكن تانية بسبب
التعامل بتاع الـ HR ممكن مش مريحهم، فخلاص لا خلينا نحاول ان احنا نعمل حاجة تكون attractive ليهم، تكون بتجذبهم كمان، مش بس تكون بتقضي الغرض، لا اعمل اكتر من المينيمم. فده ممكن يكون واحد من الاوبشنز. العنصر الثالث هو recommendation، انا عايز بقى ادي توصية. خلاص من بعد ما عملت لك النيتس وفصلتها ووضحتها وعملت assessment او analysis للموضوع وبدأ يبقى عندي واضح الاناليسز للسيتويشن نفسه، خلاص بقى عايز اديك وجهة نظر. يبقى recommendation بتاعي بناء على اللي قلناه ده recommendation ايه؟ الهدف ان ممكن انت تكون مش قادر تعمل recommendation زي عشان انا اللي حللت، بس مش معنى كده ان الريكومنديشن ده لازم يتاخد بيه. ما ممكن برضو السبونسر يقول لا الريكومنديشن انا ما اقتنعتش بيه وفي الاخر انا مش همول المشروع ده، بس لازم ان انا ادي ريكومنديشن. الريكومنديشن ستيتمنت للريكومندد اوبشنز، ستيتمنت يعني بيان نصي اقول ايه هي الريكومندد اوبشنز او الاختيارات اللي انا بوصي بيها. والستيتمنت ممكن يكون في الاناليسيز ريزلت، النتيجه اللي جت من الاناليسيز ده اروح لانهي اوبشن، ولو في عندي كونسترينز قيود معينه او assumptions او ريسكس ممكن ان انا اذكرها، والسكسس ميجرز وهيتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه. الامبلمنتيشن ابروتش عامله كده زي رايي ممكن ننفذ الموضوع ده ازاي. يعني ممكن مثلا نجيب نعمل كولكت ريكويرمنتس الاول، نقعد مع الناس بتوع الاتش ار ونشوف يعني ممكن نعمل ايه او السيستم الكرنت اللي موجود عندهم ايه، وممكن نقعد مع الموظفين ايه تطلعاتكم يعني، وممكن ان احنا نقعد مع سوفت وير هاوس شركه بتاعه برمجيات ونجيبهم بعد كده يكملوا هم الكولكت ريكويرمنتس، وده يبقى واحد من المايلستونز الرئيسيه، وبعد كده يسلمونا البرنامج مثلا، والبرنامج بيمر بمراحل مثلا بتاعته احط له المراحل الخاصه بيه كمايلستونز، واقول الديبندنسي ان انا محتاج اعمل ايه قبل ايه، والرولز والريسبونسبيلتيز عشان نعمل السوفت وير ده من ضمن المؤسسه ممكن مين يشيل في الموضوع ده شويه، وهتبقى الرول بتاعته ايه والريسبونسبيلتي بتاعته ايه هي. وفي النهاية أعمل evaluation تقييم للوضع عموما describing the benefits اللي هيعمل لها المشروع delivering يعني أو اللي هيخرجها المشروع include any ongoing operational aspects لو في حاجة ongoing مثلا في المثال بتاعنا بتاع الـ HR هنقول إن هم هيفضلوا مثلا شغالين بالسيستم بتاعهم حتى بعد ما البرنامج يخلص عشان أنا لسه بعمل testing للبرنامج، فهيفضل مثلا في زي overlap ما بين السيستم الكارنت الموجود اللي هو السيمي مانوال والاوتوميتد سيستم، هيفضل الاثنين موجودين اون بارلل يعني او على التوازي او في اوفرلاب ما بينهم لغايه ما تحقق كده ان فعلا الاوتوميتد سيستم شغال بشكل كويس، وبرضه ان انا بقول الفوائد وبقول تاثيرها على الاوبريشن ايه. وبكده نبقى خلصنا الجزء بتاع البيزنس كيس. البنفيتس مانجمنت بلان، خطه اداره المنافع. بدأ الكتاب يتكلم على واحدة تانية من البيزنس دوكيمنتس اللي موجودة اللي هي البنفيت مانجمنت بلان، وبدأ يقول ان البنفيت مانجمنت بلان بتوصف البنفيتس ان انا هديرها ازاي واحققها ازاي. البنفيت بتمر بثلاث مراحل، اول مرحلة البلاننج ان انا بخطط ليه هي البنفيتس اللي انا عايز استفيدها او اللي ممكن تنتج من المشروع، المرحلة التانية المانج، المرحلة الثالثة رياليزيشن او ادراك للمنافع دي او تحقق ليها يعني. وبدأ يعرف البنفيتس نفسها. A project benefit is defined as an outcome of actions أو behavior أو product أو service أو result. نلاحظ إن آخر ثلاث تعريفات product, service, result دول اللي قلناهم في المشروع، يعني معنى كده إن اللي هيطلع من البروجكت سواء كان product أو service أو result دول يعتبروا من ضمن البنفيتس. زاد عليهم إيه؟ زاد البيهيفير والاوتكم. البيهيفير يعني تغير في السلوك، على سبيل المثال مثلا لو انا بعمل بروجكت خاص برفع الكفاءه، رفع الكابابيلتي بتاعه مجموعه من التيم مثلا، ان انا عايز اعلمهم ابلكيشن جديد مثلا زي ابلكيشن خاص بالستراكشرال ديزاين او اي ابلكيشن خاص مثلا بالكوست استيميشن، بحيث ان انا اعمل عندهم تغيير في البيهيفير، عايز اعلمهم بروجكت مانجمنت بحيث ان البيهيفير بتاعهم يكون مختلف، فبلاقي ان في بيهيفير جديد، سلوك جديد. او اوتكم يعني محصله، حاجه بقى غير البرودكت اللي طلع من المشروع، يعني على سبيل المثال مثلا لو بعمل مشروع مدرسه، المدرسه المبنى اللي طلع ده عباره عن برودكت، لكن ايه الاوتكم اللي عندي؟ ممكن يبقى فيه اكتر من اوتكم،
ان الناس هتتعلم، ان نسبة الامية هتقل، او ان مثلا الطلبة دول اللي كانوا بيروحوا مدرسة بعيدة هيروحوا مدرسة قريبة لان هي هتبقى قريبة منهم، فبالتالي هتقل الزحام المروري اللي كان موجود. ده واحد من الاوتكمز اللي عندي، واحدة من البنفيت اللي هتحقق. طيب لما هيقل الزحام دوت والناس اللي او الطلبة اللي كانوا بيروحوا مدرسة بعيدة، برضو ممكن ان هو هيقلل الحوادث المرورية، فبالتالي هيقلل الانشغال مثلا بتاع ضباط المرور او المختصين بمتابعة مثلا حوادث لا قدر الله، او هيقلل الحوادث او الاصابة بحوادث يعني بشكل عام. فكل دي ممكن ان انا اطلعها عبارة عن outcomes او benefits، ممكن ان انا اسجلها وابدأ ان انا اخطط بقى انا هتحقق او هحقق المنفعة دي ازاي، البنفيت دي هتجيلي ازاي، وابدأ ان انا امانج تحققها ده، وفي النهاية يحصل لها realization ان انا اتأكد فعلا ان المنفعة دي اتحققت. فبدأ يكمل في التعريف: outcome of actions, behavior, products, services or results that provide value to the sponsoring organization، بتدي value أو قيمة معينة بتضيفها للorganization، as well as the beneficiaries اللي هم المستفيدين برضو بتديهم فايدة، لأن ممكن مستفيد ما يكونش جوه الorganization، زي مثلا القطاع العام لما بنقول بنعمل مدرسة ممكن يكون المستفيد الطلبة وعائلاتهم أو أبوهم أمهم، ده كل ده ممكن من المستفيدين، لكن ما يعتبرش الطالب واحد من ضمن اللي في الorganization لأنه هو مش في وزارة التعليم، ده هو بيستفيد من المدرسة. وقال ان البنفيتس مانجمنت بلان ممكن ان هي يكون فيها التارجت بنفيتس، انا عايز احدد بقى ايه هي البنفيتس، ايه هي المنافع اللي هتبقى موجوده، ممكن تكون تانجبل ملموسه زي المدرسه والفصول، ممكن تبقى انتانجبل زي ما قلنا تقليل الزحام او التعلم او تقليل نسبه الاميه او تقليل الحوادث المروريه، كل دي تعتبر انتانجبل فاليو. وقال ان الفاينانشال فاليو ممكن تكون متوصفه بالنت بريزنت فاليو، ودي يعني برضو من النقط السلبيات اللي في الكتاب ان هو احيانا بيرمي المصطلح كده وما بيفسرش بشكل كبير وما بيديش امثله. فالنت بريزنت فاليو زي ما كنا قلنا برضو في الجزء بتاع الانفستمنت، ان انا عايز اقيم استثمار معين، وعشان اقيم الاستثمار ده محتاج ان انا اعمل ايفالويشن على مستوى السنوات، سنه صفر، السنه واحد، اثنين، ثلاثه، كل سنه انا هدفع ايه وهيجي لي ايه، وابدا ان انا اطرح الفرق ما بينهم واعرف في كل سنه المحصله ايه، وبوزيتيف ولا نيجاتيف، دفع ولا تحصيل ولا فلوس جيالي، وبعد كده ابدا اجمعهم، ومش هقدر اجمعهم جمع جبري لان قيمه الفلوس بتختلف من سنه لسنه، بتختلف بناء على حاجه اسمها الديسكاونت فاكتور. يعني ايه ديسكاونت فاكتور؟ يعني ما اقول مثلا ان ال 1000 دولار مثلا بيشتروا حاجات السنه دي، السنه الجايه عشان اشتري نفس الحاجات محتاج 1100 دولار، يبقى كده القيمه زادت اختلفت بمعدل معين، الفاكتور ده ممكن مثلا يكون 10%، 12، 8 زي ما يكون. عايز بقى اقول ان السنه الثانيه غير الثالثه غير الرابعه، واشوف كل سنه الفاكتور بتاعها كام واضرب القيمه اللي هي كانت النت، الفرق ما بين المدفوع واللي جاي، وابدا ان انا بناء على النت دي واضربها في الفاكتور، خلاص بقت كانها بريزنت فاليو، كاني حولت القيمه اللي هي ال 1100 دولار بتاعت السنه الجايه للقيمه الحاليه بتاعت السنه دي اللي هي ال 1000 دولار. طيب كانت 1200 بعد سنتين، يبقى قيمتهم دلوقتي تقريبا 1000 دولار، وهكذا ببدا ان انا احول كل القيم بتاعت السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لقيم حاليه، بحيث ان كلهم يبقوا ابل تو ابل، يبقوا كلهم السنه دي، اعرف ان انا اجمعهم مع بعض ساعتها جمع جبري لاني حولت قيمتهم للقيمه الحاليه للبريزنت فاليو، وكانت القيم نت وجمعتها بقى عندي نت بريزنت فاليو. لما بقدر ان انا اجيب النت بريزنت فاليو اقدر ان انا اقيم الفاينانشال فاليو. بعض الحاجات ما بتبقاش financial، بيبقى الموضوع الـ outcome ممكن يكون intangible زي تقليل الحوادث المرورية، بقدر ان انا اعرفه من قيم او من KPIs، من key performance index او indicator، بقدر ان انا اعرفه من الـ KPI ده ان كان معدل الحوادث لا قدر الله مثلا 5% وانخفض ل 3%، فاقدر برضو ان انا اقيسه، بس مش financial، مش in terms of money، لا بمقاييس مختلفة. استراتيجيك الاينمنت لا شك ان هي واحده من العناصر الرئيسيه، ان انا اتاكد من البنفيت اللي انا عرفتها دي ان هي محاذيه للاستراتيجيه والاهداف بتاعه المؤسسه.
التايم فريم لريلايزنج للبنفيتس، متوقع كل بنفيت منهم تتحقق امتى، في بنفيتس هتحقق في نص المشروع، في بنفيت مش هتحقق غير في اخر المشروع، في بنفيت بعد المشروع بفتره وهكذا. فبعرف التايم فريم او الوقت المتوقع لكل بنفيت منهم. البنفيت اونر مهم ان يبقى فيه اونر للبنفيت دي باعتبار ان هو بيتابعها، بيعمل تراكنج من خلال المنظمه المالكه، هل البنفيت اتحققت، طب ان هو يقدر يتابعها مثلا ويعمل لها مونيتورنج، ولما تحقق يبدا يقول لنا اتحققت البنفيت دي ويدينا نوتيفيكيشن بالموضوع. المتريكس القياسات المعينه ان انا اتحقق بيها هل البنفيت اوريدي ريلايزد ولا لسه، فان انا احط مثلا قياس معين عشان اتحقق. الاسامبشنز لو في فرضيات معينه، الريسك لو في مخاطر معينه وهكذا. الديفلوبمنت للبنفيتس مانجمنت بلان بتستخدم ممكن الداتا اللي موجوده في البيزنس كيس، باعتبار ان في ترابط ما بين الاثنين، الاثنين بيحصلوا في وقت اللي هو في بدايه المشروع وفي ترابط ما بينهم، فشيء طبيعي ان الداتا تبقى بتنتقل من هنا لهنا. انا من خلال ان انا عملت بيزنس كيس عرفت ان المشروع ده مجدي، طب مجدي ليه؟ عشان في عوائد معينه قد تكون فاينانشال او مش فاينانشال، طيب العوائد دي هتهالي انا هحطها كبنفيتس عندي في البنفيتس مانجمنت بلان، هبدا ان انا اعمل لها ديفاين كانها بنفيتس عشان اتابعها. فشيء طبيعي ان يبقى في يعني انتجريشن ما بين الدوكيومنتس المختلفه. Development and Benefits Management Plan is iterative، هي تعتبر عملية تكرارية، واحدة من العمليات التكرارية، لأن دايما أي عملية planning وبعديها control شيء طبيعي إن هي تبقى تكرارية. أنا بخطط ومش عارف الخطة دي هتطلع صح ولا لأ، وبعد التخطيط ببدأ إن أنا أنفذ، وأنا بنفذ بتابع، اكتشفت إن في حاجة مش صح هبدأ إن أنا أعدل مثلا الخطة، يبقى بالتالي في عملية iterations، في عملية يعني ممكن نقول محاولات مستمرة، محاولات متعددة، بحيث ان يبقى فيه ايه تكرارية في الموضوع او محاولات مختلفة كإتريشنز. النقطة اللي بعد كده هي البروجيكت شارتر والبروجيكت مانجمنت بلان، الاثنين دول من الدوكيومنتس اللي هيتشرحوا في شابتر 4 في الانتجريشن، بس هو بس حب يدي هنت عنهم باعتبار ان هو بيتكلم على البيزنس دوكيومنتس. فالشارتر ده عبارة عن وثيقة اللي بيصدرها هو السبونسر، السبونسر اللي هو قلنا الممول اللي بيدفع فلوس المشروع، اللي بيتحمل تكلفة المشروع، بيصدرها ليه؟ عشان يقول اتس اوكي بالنسبة لي، انا موافق على اللي انتوا حاطينه في التشارتر ده، اللي هو عبارة عن المشروع عبارة عن ايه، تقريبا السكوب بتاعه ايه، التايم تقريبا كام، سنتين ولا ثلاثة مثلا، الكوست بتاعه متوقع مثلا يتكلف كام، المخاطر التوب مانجمنت مثلا او التوب ليفل ريسكس ايه هي، يحط الحاجات الرئيسية قوي في التشارتر ده او في ميثاق المشروع، ويقول خلاص انا اوكي موافق على المشروع ده، انا متعهد ان انا همول المشروع ده، بعمل authorization او بعمل موافقة او اعتماد ان انا همول القيمة اللي انتوا طالبينها دي، هو ده البروجكت شارتر. وممكن ان هو يحط فيه مين هو مدير المشروع، هيكون مدير المشروع فلان الفلاني، او صلاحياته مثلا هتكون ايه هي الليفل اوف اوثوريتي بتاعه. البروجكت مانجمنت بلان هيعملها البروجكت مانجر بناء على كل الدوكيومنتس اللي موجوده عنده الخاصه بالبيزنس مثلا، سواء كانت البنفيتس مانجمنت بلان او البروجكت شارتر او البيزنس كيس، كل الدوكيومنتس دي والاستراتيجي والاوبجكتيفز، هيبدا ان هو يشوف الكلام ده كله ويقول طيب خلاص انا فهمت انتوا عايزين تعملوا ايه، انتوا عايزين تعملوا مثلا مدرسه بالشكل الفلاني، طيب خلاص انا هعمل لكم بروجكت مانجمنت بلان، خطه ازاي هدير المشروع. وزي ما قلنا التشارتر والبروجكت مانجمنت بلان الاثنين هيجوا بالتفصيل في شابتر 4. بعد كده بدا يتكلم على السكسس ميجرز، القياسات اللي بقيس بيها نجاح المشروع. بدا بكلمة افتتاحية كده جميلة، traditionally في البداية أو بشكل تقليدي كانت الناس بتقيس نجاح المشروع من خلال التايم والكوست والكواليتي. More recently مؤخرا بدأ إن يبقى فيه قياس تاني، نستنتج من كده إيه؟ نستنتج إن العلم شيء طبيعي إن بيبقى فيه تغيرات، مفيش حاجة اسمها العلم ده هو العلم الوحيد الصح، لا هيجي وهيتغير لأن هو علم بشري، فشيء طبيعي إن هو قال traditionally كان بشكل تقليدي، بس more recently مؤخرا أو يعني بشكل مؤخر قوي بدأنا إن احنا نكتشف لا حاجات جديدة، شيء ده طبيعي إن بيحصل تغيرات في العلم، وعشان كده أي كلام بشري قابل للنقد، قابل إن أنا أنتقده بس بمنهجية سليمة، ولما كتير من الناس يجتمعوا على نقد معين يبقى أكيد النقد ده صحيح.
قد يكون واحد بس متفرد بالنقد ده، فساعتها ممكن نقول ان النقد بتاعه ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، لان مفيش اجماع عليه. لما يبدا يحصل اجماع يبقى واجب على المؤسسه اللي عندها مثلا ريفرنس معين بينتقد ان ساعتها تبدا ان هي تعمل تحسينات او تغييرات وهكذا. يعني نقطه اصوليه بس حبيت ان هي اركز عليها. فهو بيقول more recently ان الاتشيفمنت بدا يتقاس ب او ان النجاح المشروع بدا يتقاس بالاتشيفمنت للبروجكت اوبجكتيفز، اهداف المشروع كانت ايه، بتتحقق ولا لا. وبدا يقول ان الستيك هولدرز ممكن يكون ليهم وجهات نظر مختلفه، في ستيك هولدر عايز حاجه معينه وفي ستيك هولدر عايز حاجه تانية. لما نيجي نتكلم على الاتش ار مثلا الاوتوميشن سيستم، قلنا الناس الموظفين عايزينه ينجح، والاتش ار مانجر مثلا عايز الموضوع ده ينجح لان هو هيديله مثلا ايه رانك كويس او هيبقى ادد فاليو بالنسبه له ان هو عمل سيستم جديد في المنظمه. لكن الناس اللي شغاله معاه اللي هم بقيه الموظفين في الاتش ار ديبارتمنت خايفين ان يكون في اعباء عليهم من السيستم ده، فمش عايزين المشروع بالنسبه لهم يتم. فمعايير النجاح بالنسبه لهم ان هم يقللوا على قد ما يقدروا الايفورت اللي هيعملوه مثلا من خلال البرنامج، ما يبقاش فيه ايفورت كبير، او ان هم ما تبقاش الموضوع بالنسبه للكل مكشوف، الريكويست او التيكت بتاعت الهيومن ريسورس دي متاخره عندهم قد ايه، ما يبانش بقى لها عندهم قد ايه. لو بان ده مش سكسس، لو ما بانش يبقى ده سكسس فاكتور. فبالتالي بتختلف وجهه النظر للستيك هولدرز، كل واحد بيعتبر مشاريع معايير للنجاح مختلفه. فهنا قال ان الستيك هولدرز ممكن يكون ليهم معايير مختلفه. في ثلاث اسئله لازم بقى ان الجماعه بتوع الستيك هولدرز ومدير المشروع هو كمان يجاوبوا عليهم. What does success look like؟ هو عباره عن ايه؟ ونعمل لها documentation عشان نتكلم ونقعد ونقول ونذكر الكلمة دي ويبقى أجمعنا كلنا عليها إن ده واحد من معايير نجاح المشروع وتبقى مكتوبة. How will success be measured؟ إزاي إن أنا هقيس السكسس ده؟ لما يحصل إيه؟ لما في KPI معين يظهر مثلا، لما يبقى عندي برودكت معين يبقى جاء، طب البرودكت كافي عشان يبقى المشروع نجح ولا لا؟ إن البرودكت لازم يكون functional كمان، لأن ممكن برودكت عبارة عن برنامج بس البرنامج مش شغال او بيأخر الدنيا اكتر من الاول، يبقى كده مش شغال. خلصته في ميعاده وخلصته بالبادجت وكل حاجه لكن مش شغال، الكواليتي بتاعته كويسه لكن بيأخر بسبب ايه؟ بسبب البروسيس اللي موجوده عندي في الشركه مش متكيفه معاه، عدد الريسورسز محتاج ناس كتير قوي تشتغل عليه عشان توفي الموضوع ده. لا، خلينا في النظام السيمي مانوال، كان موفر وكان مكفي بالنسبه لنا. النقطه الثالثه، What factors may impact success؟ ايه العوامل اللي ممكن تأثر على النجاح؟ ان مثلا زي ما قلنا الناس بتوع الهيومن ريسورس نفسهم يحاولوا يعرقلوا الموضوع، يطولوا في البروجرامينج او في الديفلوبينج للابلكيشن ده باعتبار ان هم مش عايزينه يخلص، فدي ممكن تكون عوامل. ممكن من العوامل مثلا ان البادجت ما تكفيش، ممكن من العوامل عوامل تقنيه ان ما نلاقيش سوفت وير هاوس مثلا او شركه برمجيات تعمل الحاجه اللي احنا عايزينها، او يكون اللي موجودين في السوق كفاءتهم ضعيفه، او ان يكون مثلا في شركه ثانيه منافسه مثلا عندها مثلا ابلكيشن ثاني. يعني اي عامل من العوامل ممكن ان هو ياثر، بنحاول ان احنا نعرف ايه هي العوامل اللي ممكن تاثر على نجاح المشروع. وقال ان هي documented وتو بي اجريد من الاطراف كلها، من الستيك هولدرز والبروجكت مانجمنت، عشان البروجكت مانجر والستيك هولدر يكونوا خلاص اجمعوا ان هي دي معايير نجاح المشروع، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له وهنقيس بيه ان المشروع ناجح ولا لا، ووثقنا الكلام ده وكتبناه. بدا يتكلم على السكسس، البروجكت سكسس ممكن ان هو يتضمن اديشنال كرايتيريا تكون مرتبطه بالاستراتيجي. هنلاحظ كده ان الجمله دي يعني مع الجمله اللي بعديها ممكن يكونوا لغويا مش راكبين. بدا ان يتكلم بروجكت سكسس may include additional criteria linked to organizational strategy، وبعد كده قلب وقال these project objectives. فلعل يعني ان هو كان بيتكلم على البروجكت اوبجكتيفز ممكن ان هي تكون تتضمن بعض العناصر. Completing the project benefits management plan، ان انا اخلص المانجمنت بلان وان كانت اكتر ان هي تعتبر success criteria. Meeting the agreed upon financial measures، القياسات الماليه. وقال ان القياسات دي ممكن ان انا اقيسها بالنت بريزنت فاليو زي ما عرفناها ال NPV وقلنا ممكن تتحسب ازاي. الروي او العائد على الاستثمار ريتيرن اون انفستمنت، الانترنال ريت اوف ريتيرن الاي ار ار،
الانترنال ريت اوف ريتيرن او الاي ار ار ده عباره عن النسبه اللي انا لو استخدمتها في النت بريزنت فاليو كديسكاونت فاكتور هوصل لنت بريزنت فاليو بتساوي زيرو. يعني مثلا نت بريزنت فاليو وانا بحسبها كنت باخد في اعتباري حاجه اسمها تايم فاليو اوف ماني، ان قيمه الفلوس السنه الجايه غير اللي بعديها غير اللي بعديها وهكذا. طيب بتتغير بنسبه كام؟ 10% مثلا. طيب لا انا مش عايزها تتغير ب 10%، جرب لي 10 و12 و14 و16، جرب ارقام كتير لغايه ما توصل، لان الاستثمار في عمره اللي هو ممكن يكون 5 سنين مثلا، الاستثمار في عمره هيطلع نت بريزنت فاليو بتساوي زيرو. وقول لي ساعتها الديسكاونت فاكتور اللي انت استخدمته ده كان كام؟ ده هاخده ان هو الاي ار ار، الانترنال ريت اوف ريتيرن، معدل العائد الداخلي. النقطه اللي بعديها البي باك بيريود، البيريود اللي انا ممكن ان انا ارجع فيها الاستثمار اللي انا صرفته. يعني انا صرفت فلوس كام على الاسيتس اللي انا بعملها دي، سواء كانت البرودكتس اللي طالعه من البروجكت نفسه من المشروع او اي حاجه ان انا هعملها، الفلوس اللي دفعتها دي هستردها بعد كام سنه. يعني بعد كام سنه ممكن ان انا استرد اللي انا دفعته. البنفيت كوست ريشيو عباره عن النسبه ما بين البنفيت والكوست والتكاليف. ومن ضمن العناصر برضو ميتنج النون فاينانشال اوبجكتيف، زي ما اتكلم على الفاينانشال اوبجكتيفز في العنصر اللي قبله ممكن ان هو بيتكلم على النون فاينانشال. زي ما قلنا مثلا من النون فاينانشال ان ممكن يكون في تقليل الحوادث المروريه، زياده مثلا عدد الاطفال اللي بيتعلموا مثلا، يعني كل العوامل النون فاينانشال. Completing movement اللي هي كانت خاصة بقى بالجاب analysis، لما قلنا بنعمل جاب analysis عشان نقيم الوضع الحالي والوضع المستقبلي اللي احنا عايزين نوصله، فبنشوف هل الموفمنت دي حصلت فعلا ولا انتقلنا من الكرنت للديزايرد ستيت، من الكرنت ستيت للديزايرد ستيت ولا لا. اكتمال الموفمنت دي تعتبر برضو من السكسس كريتيريا. Fulfilling contract terms and conditions، ان انا في عقد عندي معين مثلا وعايز ان انا اوفي العقد ده، وليكن مثلا ان انا مطلوب مني كشركه بتصنع مثلا تي شيرتس مثلا، والشركه اللي بتصنع تي شيرتس دي مطلوب منها شحنه معينه مثلا، او مطلوب منها اعداد كبيره توردها خلال السنتين الجايين. طيب بناء على كده قالت طيب انا ما عنديش امكانيه، طيب هعمل انفستمنت جديد في ان انا هعمل مصنع ان هو يطلع التيشيرتس دي، فبالتالي انا هعمل بروجكت معين عشان يبقى فيه فولفيلنج للكونتراكتس اند تيرم كونديشنز. وفي نهايه بقى الموضوع بشوف هل انا فعلا بوفي بالكلام ولا لا، هل انا بوفي بالكونتراكتس اند تيرمز كونديشنز شروط العقد ده ولا لا. ممكن تتقاس باكتر من طريقه. يعني Meeting organizational strategies, goals and objectives، هل أنا فعلا في عملية alignment محاذاة للobjectives أو الorganizational strategy وgoals وobjectives ولا لا. Achieving stakeholder satisfactions، هل الstakeholders اللي هم ممكن يكون منهم واحد هيدير المشروع بعد كده بعد ما يخلص ويبقى في مرحلة الoperation ويبقى شغال اللي هو مدير المصنع مثلا، ممكن ده واحد من الstakeholders أو مدير المستشفى أو أيا كان، هل فعلا راضيين عن اللي بيطلع عن البرودكت ده ولا لا. ممكن يقول لا لا انا بالنسبه لي كان في معايير تانية والمعايير دي ما اتحققتش. طيب كنا مجمعين عليها قبل كده؟ كنا مجمعين عليها ودوكيمنت ده، يبقى كده المشروع ما نجحش، لان في كان حاجات معايير احنا متفقين عليها او متفقين عليها ودوكيمنتد وما حصلتش. فبالتالي الستيك هولدرز لازم يكون ليهم ساتسفاكشن. acceptable customer او الاند يوزر، هل الاند يوزر راضي بالموضوع؟ الاند يوزر اللي هو المستفيد النهائي او المستخدم النهائي للبرودكت، لان البرودكت ده ممكن يكون له اونر غير المستفيد. على سبيل المثال مثلا وزاره الداخليه ممكن تكون اونر لمركز الدفاع المدني، لكن الاند يوزر بتاع مركز الدفاع المدني هو مثلا هيئه الدفاع المدني. نفس الحكايه مثلا الجوازات، وزاره الداخليه ممكن تكون الاونر بتاع قسم الجوازات، لكن قطاع الجوازات هو الاند يوزر مثلا. مثلا واحد بيعمل ابراج سكنيه وهو المالك للبرج السكني، لكن بعد كده هيبقى في اند يوزر اللي هو الشخص اللي هيجي ياجر الشقه مثلا او ياجر الوحده، ده هيعتبر اند يوزر. فممكن ان انا اشوف الكاستمر او الاند يوزر هل فعلا في اكسبتنس عندهم ولا لا. Integration of deliverables into operating environment، هل قدرت ان انا اعمل integration
البرودكت ده في مرحلة الاوبريشن. يعني انا بعمل مصنع، المصنع فيه اسمبلي لاين او خط تجميع. خط التجميع ده عبارة عن ماكينة معينة بتنتقل فيها المنتج من مراحل مختلفة، يقعد يتكون ويتشكل لغاية ما يتغلف ويتعبى في خط التجميع ده. المشروع كان ان انا اطلع خط التجميع او الاسمبلي لاين او المصنع. طلعت المصنع وبدأت انقل الاوبريشن، هل فعلا الاوبريشن شغال صح؟ هل فعلا شغال بنفس اللي احنا كنا مخططين له ولا لا في عنده مشاكل والبروجكت ما قدرش يطلع البرودكت ده بشكل سليم؟ فده يعتبر واحد من معايير النجاح، ان انا فعلا قدرت انقل البرودكت ده لمرحلة الاوبريشن ان هو يكون شغال. Achieving agreed upon quality of delivery، هل مستوى الجودة فعلا اللي احنا كنا متفقين عليه هل تحقق؟ ده يعتبر واحد من معايير النجاح. Meeting governance criteria، كنت متفق على معايير معينة للgovernance، للحوكمة، لاستخدام البروسيسز بشكل معين، للناس هتتصرف كل تصرف ازاي، وهل انا فعلا حققت الكريتيريا بتاعت الgovernance ولا لا. Achieving other criteria، لو في اي معايير تانية كان ممكن ان انا احققها وكانت مكتوبة، هل فعلا حققت المعايير دي ولا لا. وفي النهاية قال it's possible for project ان هو يكون عنده نجاح من السكيدجول او من البادجت او من السكوب، لكن في نفس الوقت ما يكونش ناجح من وجهة نظر البزنس، وده في الغالب بيكون نتيجة لتغير الاوضاع، سواء تغير مثلا الماركت او السوق او التغير في البزنس نيدز، الاحتياجات نفسها اختلفت. فبالتالي ساعتها المشروع ممكن عملته وتحقق وكل حاجة بس الوضع اختلف. لو ناخد مثلا مثال زي فندق، قلت ان انا هعمل فندق بسكوب معين ببادجت معينة بتايم معين وخلصت الكل ده within الكونسترينز بتاعتي، يعني within البادجت within التايم within السكوب وكل حاجة مظبوطة، مشروع ناجح جدا، بس كنت عامله في مكان عبارة عن قرية سياحية مثلا، والقرية السياحية دي نتيجة مثلا أعمال عنف وأعمال إرهابية حواليها بدأت إن هي تعمل سمعة مش كويسة للمكان ده، فالبروجكت اللي كان طالع فعلا إن هو هيشتغل وهيجيب عائد ما بقاش هيجيب عائد، اللي خلاص الوضع اتغير والماركت انفايرومنت نفسها اتغيرت، فمش هيجيب العائد اللي كان مرجو منه او متوقع. فبالتالي هنقول ان البروجكت بالنسبة لي من وجهة نظر البزنس ما بقاش ناجح، لانه خلاص مش هيجيب العائد المتوقع، لكن من وجهة نظر البروجكت مانجمنت كسكوب وسكادجول وبادجت فهو محقق الكريتيريا دي. وبكده يبقى خلصنا الجزء الخاص بالبزنس دوكيمنتس وانتهينا من شابتر 1.